لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا أنت عدد ما مشى فوق الأرض ودرج، لا إله إلا أنت بيدك مفاتيح الفرج، يا من هو الله، يا من هو فرجنا إذا انقطعت الأسباب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، ويا رجاءنا إذا غلقت الأبواب. لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. سبحان المهيمن على الأعصار والأمصار. الله يا الله، الله يا الله، اللهم بحقك أنت لا إله إلا أنت، وباسمك الأسمى الذي إذا ما دعيت به أجبت، وبحمدك الأعلى وبمجدك الأعلى الذي اصطفيت به من أردت، يا من وسع كل شيء رحمة وعلما وأمد الوجود بفضله وجوده فضلا وكرما، أنت الحليم الستار الكريم الغفار. أجرنا من خزي الدنيا والآخرة وعذاب النار، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة الكتاب، الحمد لله الذي أنزل القرآن من فيض رحمته وجعله هدى للسالكين لحضرته، ونورا للأرواح تسبح في سبحات بهجته. الحمد لله الذي لم يجعل حاجبا على أبوابه، الحمد لله الذي لم يجعل حائلا بينه وبين عباده، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته، الحمد لله الذي فتح بالباقيات الصالحات جناته، الحمد لله الذي أغلق برحمته أبواب نيرانه، الحمد لله الذي وفقنا لاتباع رسوله وسنته. اللهم لك الحمد إذ هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ووفقتنا للصلاة والصيام والقيام. اللهم تقبل منا ختم القرآن الكريم، واكتب لنا عندك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها،
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.